خليني أبدأ النهاردة تفاصيل حلقتنا بعقد الرعاية الثالث اللي بيوقعه بيعلن عنه النهاردة النادي الأهلي طبعا مع شركة جي ال سي. الحقيقة يمكن بعد أيام من متابعتنا طبعا لتوقيع عقود رعاية مع طبعا شركة اتصالات مصر ومع بنك أبو ظبي الأول مصر، النهاردة الأهلي بيعلن عن الراعي الثالث شركة جي ال سي أو الشركة الألمانية اللبنانية لصناعات الدهانات. ويمكن الاختلاف الوحيد طبعا النهارده انه الشركه دي تجديد ثقه في الشراكه المبنيه مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه. عندي كلام كتير الحقيقه مرتبط ب يعني رسائل مهمه قالها النهارده كابتن محمود الخطيب، بعيدا عن حته الرعايه والشراكه اللي بالتاكيد هيكون فيها كتير من المكاسب المشتركه، وبالتاكيد فكره انه شركه دوليه او شركه مالتي ناشونال متعدده الجنسيات يعني تجدد علاقتها وشراكتها مع النادي الاهلي، فبالتاكيد هي على مدار فتره طويله جدا قدرت تحقق مكاسب كبيره، وبالتالي كان الحرص على استمرار في نفس المشوار ارتباط اسمها باسم كيان كبير هو الكيان الاكبر على مستوى الرياضه في مصر وافريقيا والوطن العربي وهي شركه جي ال سي. لكن كابتن محمود الخطيب في كلمته النهارده كمان حط ايده وارسل الحقيقه رسائل مهمه جدا تتعلق بكثير من الموضوعات اللي تخص الرياضه المصريه بشكل عام وتخص كمان كرة القدم على وجه التحديد بشكل خاص. خليني أشوف جزء من أتابع مع حضراتكم جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأرجع أتكلم مع حضراتكم في أكتر من نقطة. نتابع مع بعض. دلوقتي بقى أقدر أتكلم عن المؤتمر بتاعنا، فمرة تانية برجع لمؤتمرنا النهاردة، برحب بيكم في النادي الأهلي، برحب بالأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لشركة جي ال سي، برحب بالإخوة الإعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه يعني بالنسبه لنا. كنا بدانا الخطوه الاولى مع شركه اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، والنهارده بنتعاقد مع شركه جي ال سي الشركه الالمانيه اللبنانيه للدهانات، واحنا سعداء بالتعاون والشراكه معها. على فكره دي مش اول مره نتعاون مع شركه جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحه دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربه، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكه مثمره تحقق مصلحه الطرفين باذن الله سواء النادي الاهلي او شركه جي ال سي. الحقيقه الخطوات اللي تمت في ملف الرعايه لحد دلوقتي خطوات جيده جدا الحمد لله، وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعايه وعائدات اخرى. هنوصل باذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيره، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني النادي الاهلي 4 انديه، اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، اهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبه للناحيه الانشائيه والناحيه الخدميه، لكن كمان الناحيه الرياضيه بقى النادي الاهلي عنده 19 لعبه رياضيه جماعيه وفرديه رجال وسيدات من سن ال5 سنين لغايه الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الاعمار. المهم بالنسبه لينا احنا كمجلس اداره ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره ثانيه عاوز ااكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمة الكيانات الكبيرة، علشان كده هتكون الشراكة معاهم بإذن الله مثمرة لينا وليهم بإذن الله، لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية لما يحمل اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني. والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام دوت، وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، انا بعتبرهم شريك
جماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعايه بالنسبه لحقوق النادي الاهلي في الرعايه. وكمان باكد تاني على شكرنا للدوله ومؤسساتها الوطنيه على الدعم والمسانده المستمره للرياضه المصريه سواء الانديه او الاتحادات او الرياضه بشكل عام المصريه. كمان مش عايز انسى شكر زملائي مجلس الاداره كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على اكمل وجه، وكمان الادارات التنفيذيه والاداره التنفيذيه. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ودايما ان شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي الحقيقه اهم حاجه هتكلم عليها النهارده، عقود رعايه النادي الاهلي. وفي النقطه دي في كلام كتير جدا يتقال، وفي كلام يترد بيه على كلام الحقيقه ساذج بيتم الترويج ليه في الفتره الاخيره. لكن خليني اروح معاكم، هرجع طبعا لكلمه كابتن محمود الخطيب، وهرجع لفكره عقود الرعايه لما بنتكلم على كيان ضخم، كيان ناجح، كيان كبير بحجم النادي الاهلي، لانه زي ما قلت لكم في حاجات كتيره تقال.